فتحي يا فتحي فتحي ايه في عصام؟ في ناس عايزينك تحت مخصوص زيكو ابنك بيقولوا انهم عايزين ابوه. يا نهار اسود، ان اللي يكون فتح دماغ حد بالعيال تحت؟ ما يخرب بيتك يا صفاء. يا الله، عرفنا بيك زكريا. ما فيك اهو الواد البت ده. في ايه؟ عمل ايه الواد؟ عملت ايه يالا؟ حضرتك والده؟ انا والده. اه عملت ايه يا ابني؟ لا لا ما عملش حاجة، انا جاي اسجل معاه لقاء بس قبل دخول المسابقة. مسابقة ايه؟ اذكى طفل في مصر. ومال ابني انا بقى اذكى طفل في مصر؟ ما هو واخد تقييم من وزارة التربية والتعليم انه من اذكى 3 اطفال في مصر. ابني انا؟ ده احنا كنا بنرضعهم فتاقة. هو في ايه؟ هو انت والده ولا انت؟ ايه في ايه؟ تعالي شوف ابنك. مين ده؟ ده المأذون. طب معلش روح انت اعمل حاجة، انا بكلمك بعدين. تعالي شوف ابنك عمل ايه الاول. عمل ايه يا اختي؟ ما تقوليش انه ضرب حد، ده غلبان بيتضرب بس. لا يا فندم الموضوع مش كده، ابنك من اذكى 3 اطفال في مصر وداخل مسابقه لاختيار الطفل الاذكى. لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط. ابنكم لو كسب المسابقه دي الوزاره هتهتم بيه جدا وهتخليه يدرس بره في اهم اكاديميات العالم، يعني مش بعيد يبقى احمد زويل. زويل؟ هو ما جالكوش جواب ولا ايه؟ لا يا اختي ولا جالنا جواب ولا عناه. لا في جواب جه بس مش متذكر ايدي حطيته فين. عم خميس، عم خميس يا حبيبي، صل على النبي كده وحاول تفتكر، وانا هصبحك على الاكل اللي انت طفحته بالسم الهالي، بس مستقبل الواد. يابا بوز دماغك، افتكر ايدك حطت الجواب فين بالظبط. جواب ايه يا عم؟ انا ما بفتكرش ايه اللي حصل من 5 دقايق ده، مش بعيد اصلا يكون حاطه في التلاجة. ده ايه الغلب اللي احنا فيه ده يا عم؟ تقلب البيت يا فتحي. يلا